ما آخر يقول: معلوم من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، ولكن بعض المسلمين يلبس عليه بعض التساؤلات والشبهات، كيف يسحر الرسول والله يقول له والله يعصمك من الناس، وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك المسلمين، فكيف يبلغ وهو مسحور؟ وقول الكفار والمشركين: إن تتبعوا إلا رجلا مسحورا. نرجو إيضاح وبيان هذه الشبهات لذلك المراد. نقل من هذه الصحيح أنه المدينة بعدما استقر الوحي واستقرت الرسالة وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة ونصره الله على المشركين وأذلهم، تعرض له بعض اليهود، قال لبيد بن عصر: تعرض له لبعض اليهود أشياء، صار يخير بأنه فعل بعض الشيء ولم يفعله، ولكن لم يزل بحمد الله لا عقله ولا شعوره ولا تمييزه، بل يحدث الناس ويكلم الناس، لكن أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن كان ربما يخير أن يفعل الشيء في البيت مع أهله ولم يفعله، فجاءه الوحي من ربه عز وجل من طريق جبرائيل وأخبره بما وقع، فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر في محل الأنصار وأزيل وزال عنه بحمد الله، ولا يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس أو يخل بالرسالة أو بالوحي. والله جل وعلا عصمه من الناس كما أخبر سبحانه وتعالى مما يمنع من الرسالة وتبليغ الرسالة، أما ما يصيب الرسل كما أصاب من قبله فقد أصابه مثل ما أصاب من قبله، فقد جرح يوم أحد وكتب البيضة على رأسه ودخلت حلقات المغفرة في وجهه عليه الصلاة والسلام وسقط في بعض الحفر التي هناك، وقد ضيقوا عليه مكة طريقا شديدا وآلوا آلا كثيرا، فقد أصابه شيء مما كتب الله عليه ورفع الله به درجاته وأعلى به مقامه وضعف به حسناته، ولكن الله عصمه منهم فلم يمنعوا من تبليغ الرسالة ولم يقتلوه ولم يحولوا بينهم من الرسالة، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام.